رياضيه مطوريات. ودلوقتي جاء ميعادنا على التحدي الزمني. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ يلا بينا على التحدي الزمني. في الطريق النهارده برج الزمن. طبعا غلبت المطور في كام طريق؟ 1 2 3 4 5 6. طبعا ده انا بتمنى ان انا اغلب فيه، لان الطريق ده انا مش حافظه كويس ومش لعيب فيه قوي الصراحه، ولسه لاعب دلوقتي بشخصيه البطريق من الفيديو اللي فات ده على طول، اللي هو فيديو تحديات الوامبا. كان مطلوب مني تحدي زمني فلعبت كده، دخلت في 2:06. طمنت شويه لما ده دخل في 2:40، بس مش مطمن قوي. يلا بينا نجرب تاني. دلوقتي هتحدى انتروبي. يلا بينا يا عم انتروبي. هوبا، حلو جدا. حتتين ثلاثة، حلو جدا. ماشي ماشي يا حبيبي، حافظ حافظ على السرعة. يلا. طيب انا عندي مشكلة في اول اللفة كده، اللي انا ما بعرفش اخرج من الحتة دي، محافظ على سرعتي. طب نشوف بقية اللفة. لغاية دلوقتي ماشي كويس. التحديات الزمنية دي ميزتها اللي انت بتشوف انت ضعيف في انهي حتة وتحسنها. لغاية دلوقتي ماشي كويس جدا. وهاخد دلوقتي التيربو الازرق، حلو جدا. ولا كويس كويس كويس. برضه الحته اللي في الاول دي عندي فيها مشكله، ما بعملش فيها التربو بشكل صحيح، فبيضيع مني سواء التربو العادي او التربو الازرق. يبقى دي اللي لازم اركز عليها. طيب نحاول كمان محاولة. تمام تمام، ايوه يا سلام يا سلام. حلو 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 حلو، يا سلام. هنا واحدة بس. ماشي ماشي، يا سلام يا سلام. يبقى الحتة اللي في الأول أنا كنت بعمل فيها تربو كان بزيادة كده، كان هو اللي بيعطلني في الحتة اللي بتلف. تمام، 2:05. يلا بقى نشوف الفضائي. تحدي الزمني برج الزمن. الفضائي في قد ايه؟ في 2:23. حلو جدا، يلا بينا. يلا يا عم الفضائي. هوبا، 1 2. احاول بقى ايه اعالج الحته اللي في الاول دي. دي واحد بس، مش لازم 2، والف كده. اوه جت معايا 3 مستريح. طيب 1. يبقى انا كده ايه عالجت اللي في الاول، اللي هي الانطلاقة اللي في الأول كنت بضيع فيها السرعة، دلوقتي السرعة راحت برضه. ماشي، السرعة في الآخر. في تطور في تطور. هي برضه نفس الحتة اللي في الأول دي عندي فيها نفس مشكلة برضه التربو الأزرق، برضه بفقدها في أول الطريق كده. فأنا لو حليت المشكلة دي هغلب بقى فيلو والمطار بسهولة إن شاء الله. تعالوا بقى نشوف كده لما آخد التربو الأزرق. 1 2 3، حلو. وهنا أوبا، 1 2 3، حلو. هنا مش هعمل عشان اجيب دي 3، 1 2 3 وراح مني. راح من النسخه القديمه كمان. يبقى انا لسه عندي مشكله في التربو الازرق في الحته دي، مش دايما بيستمر معايا. ماشي، شكلي فيلو ده هعمل محاولات كتير عشان اغلبه. انا مش عارف هو بيدخل في قد ايه. لو بيدخل في 2 هيبقى احاول ادخل في 2 انا اللفه دي ان شاء الله، الطريق ده قصدي. لو حافظ على التربو ادخل في اقل من 2 بكتير، بس هي المشكله تحافظ عليه ازاي. حلو، حلو حلو حلو. يبقى في حته ما كنتش بعمل فيها تربو، عملت فيها تربو فرقت معايا جدا.
ماشي ماشي كده كده بتعلم اهو كده كده بتعلم. حافظت على التربو لفه كامله ولي ولي دقيقتين وثلاث ثواني واثنين وتسعين. شوف بقى الفيلو في قد ايه. التحدي الزمني برج الزمن دقيقتين وسبع ثواني ونص. حلو جدا يعني انا كده غلبت والحمد لله. يعني كده لو مشكلتي مع المطور مش فيلو كويس. طيب انا حاولت محاولتين انا غلبت فيلو وبعد كده حاولت مع المطور محاولتين ولكن التسجيل ما سجلش تمام ودخلت في دقيقه 58 ثانيه دول كانوا محاولتين والمطور في دقيقه 55 ثانيه. فانا هحاول محاولتين تاني بدل المحاولتين اللي ضيعتهم وهنزل بقى وهجيب برده فيلو معانا كده كده فيلو غلبته يعني. يلا بينا نجرب مش عارف ما سجلش ليه. يلا بينا اعمل ميتاوير هوبا ماشي. دي المحاوله الاولى وانا هحاول معاه محاولتين بس. ويا صابت يا كابت حلو جدا. الثلاثة قدامي زي الفل. بص المطور ونسختي القديمة وفيلو. ولا حلو 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 يا سلام. ايوه ولا نسختي القديمه مش سايباني في حالي. ايوه ايوه ولا لا 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 امسك نفسك. دي المحاولة الأولى ماشي نحاول تاني. هوبا المحاولة الثانية والأخيرة. أنا كده كده مش هغلب المطور يعني ولكن كده كده هتحدى في تحديات المطورين إن شاء الله ونقعد بقى مع بعض براحتنا ساعتين ثلاثة كده أغلب كل مطور ولا. بس دلوقتي أنا بحاول إيه أقرب بس من الرقم بتاعه تمام ولا وأقرب من الرقم بتاعنا القديم أصلا ده أنا لسه عامله من شوية ومش مش عارف بقى اوصل له ولا ايه لان هو جت معايا كانت ماشيه مع حلاوه الصراحه. بس انا لسه مش متمكن من الطريق ده عشان اقدر اهزم المطور الصراحه. سبيت نسختي القديمة كويس. يا سلام يا مطور يا ولا لا 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 غلبت نسختي القديمة كمان. التحدي الزمني ورجع الزمن ماشي كده الفرق برضو ايه 3 ثواني زي ما احنا وكده انا هغلبه بقى في سلسلة المطورين ان شاء الله. بس ودي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة. يلا سلام.